السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أحبائي تلاميذ الصف الرابع ابتدائي مدرسة الأماني الأهلية؟ معكم الست نور الهدى، مادة اللغة العربية. أحبائي الصغار، أخذنا في درس سابق الجزء الأول من موضوع بين الفصول الأربعة، اليوم سوف نأخذ الجزء الثاني. أبدأ القراءة. فقام الخريف وقال: أنا سائق الغيوم وهازم السموم، في أيامي تقطف الثمار وتصفو الأنهار، ويترقرق دمع العيون، ويتكون ورق الغصون، وتقدم الأطيار مغردة ورافلة في رئشها الجميل، بي تطيب الأوقات، وتحصل اللذات، وترق النسمات، وتسكن حرارة القلوب، ويكثر أنواع المطعوم والمشروب. قال ابن حبيب: إن فصل الخريف وافي إلينا يتهادى في حله كالعروس، غيره كان للعيون ربيعا، وهو ما بيننا ربيع النفوس، ربيع النفوس. فلما فرغ الخريف من مباهاته بنفسه، انتصب الشتاء قائلا: أنا شيخ الجماعة وصاحب البضاعة، والمقابل بالسمع والطاعة، أجمع شملا أحب الأصحاب، وأسبل عليهم الحجاب، وأتحفهم بالطعام والشراب، إحساني معروف وخيري موصوف، وثماري دانئة القطوف، أيامي وجيزة وأوقاتي عزيزة، ومجالسي معمورة بذوي السيادة، مغمورة بالخير والسعادة، ملاقلها تلمع بذهب اللهب، وأحاديثها تأتي بكل عجب. ولما انتهى كل واحد من مقاله وانتهى من شرح حاله، أخذ الجماعة الطرب وعم السرور وانشرحت الصدور، وكل من الفصول عدد صفاته ولم يكن كاذبا. وماذا يعيب المرء في مدح نفسه إذ لم يكن في قوله بكذوب؟ أحبائي التلاميذ، كتابة المطلوب كتابة